محمية ريدة، جنة الثروات. الشمس مصدر الطاقة الطبيعية المتجددة على وجه البسيطة، تبخر أشعتها الذهبية ملايين الأطنان من مياه المحيطات والبحار، وعندما تدفع الرياح هذا البخار إلى طبقات الجو العليا يتكثف ويتحول إلى ضباب وأرتال ضخمة من السحب. البحر الأحمر أكبر مسطح مائي غرب الجزيرة العربية، وهو أشبه ببحيرة مغلقة، إذ أن مياهه تتجدد كلية كل قرنين من الزمان. تدفع الرياح المتجهة غرباً بخار الماء المتصاعد كل نهار إلى سلاسل جبال الثروات عبر سهول تهامة، ومع الارتفاع وانخفاض درجات الحرارة يبدأ البخار بالتكثف. تعتبر أشجار العرعر النباتات السائدة في المرتفعات الغربية لجبال الثروات من ارتفاع 1800 إلى 3000 متر عن سطح البحر، وقد عانت هذه الأشجار كثيراً من جور الإنسان بالقطع لاستخدامها للوقود أو البناء، ولم يتبقى بشكل طبيعي إلا بعض الغابات القليلة، ومنها محمية ريدة، وهي حماً تقليدي قبل أكثر من قرنين. وفي غابات العرعر هذه يتكثف الضباب حول أوراق أشجار العرعر الإبرية، فيزيد ذلك من منسوب المياه في التربة إلى حوالي 100 ضعف. ويتسرب الماء عبر جذور الأشجار ليفجر الينابيع وتثرى الحياة. تقع محمية ريدة على بعد 10 كيلومترات غرب مدينة أبها، وقد أنشأتها الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها في عام 1989، ولا تزيد مساحتها عن 12 كيلومتر مربع. ويقطعها طريق بري أنشأه الأهالي قبل حوالي 25 عاماً، وتزداد عليه حركة السيارات للوصول من وإلى القرية في أسفل الوادي. محمية ريدة من أكثر المناطق في التنوع الحيوي في المملكة، إذ حصر الباحثون فيها 336 نوعاً من النباتات الزهرية. ولأن النباتات هي مصدر الغذاء للحيوانات، فقد تركزت عليها الدراسات الحقلية، وقسمت المحمية تبعاً لذلك إلى 3 مناطق نباتية: غابات العرعر في الارتفاعات من 1800 إلى 3000 متر، وهذه الأشن لا توجد إلا بين 2600 و 2800 متر عن سطح البحر، وهي أشبه بمصائد للرطوبة، إذ ترفعها من 50% في الصيف إلى 80% في الشتاء. مناطق الشجيرات المفتوحة، وهي المناطق متوسطة الارتفاعات وتسود فيها أشجار الطلح والصبار.
منطقة أكثر انفتاحاً في أسفل العقبة تسود فيها الأعشاب. تبعاً لهذا التنوع النباتي يكون التنوع الحيواني، فزهور النباتات البرية تنجذب بألوانها ورائحتها الحشرات والطيور مثل الفراشات وطيور الشمس، والتي تتغذى على رحيق الزهور وتقوم بنقل حبوب اللقاح إلى زهور أخرى. الكاميليون من السحالي الشائعات هنا، وتساعدها حركة عيونها الدقيقة في معظم الاتجاهات وقدرتها على التخفي على فروع الأشجار من اصطياد الحشرات والتغذي عليها. هناك نوع آخر من السحال الزرقاء البرتقالية، والتي توجد غالباً على الصخور. قرود البابون تقوم بدور فعال في نقل البذور وتخصيبها، باعتبار أنها آكلة ثمار وبذور. وتقوم بحركتها الواسعة في المناطق الشديدة الانحدار بنقل بذور النباتات لكثير من أرجاء المحمية. يا
يتهدد الرعي الجائر والغبار المتصاعد من الطريق الترابي الذي يقطع المحمية الغطاء النباتي والتنوع الحيواني فيها، وقد ساهمت هذه العوامل السلبية في انجراف التربة في بعض المواقع داخل المحمية. التين الشوكي نبات دخيل على التنوع الطبيعي في المحمية، ينمو في المناطق منجرفة التربة ويعتبر مؤشراً قوياً لها. وتنقله القرود والطيور إلى مناطق جديدة داخل المحمية. بيئة الغابات غنية بتنوع الطيور، ومحمية ريدا واحدة من هذه النماذج، فقد سجل الدكتور ستيفن نيوتن وزملاؤه 98 نوعاً من الطيور البرية داخل نطاق المحمية المحدد، في حين سجلوا 25 نوعاً في محيطها، وهذا المجموع يشكل 25% من تنوع الطيور في المملكة. What makes Raida so special is that it contains substantial populations of several endemic birds. Now, an endemic species is one whose world. مما يجعل محمية ريدة ذات طابع خاص هو احتوائها على أعداد كبيرة من الطيور المستوطنة في المملكة. وهذه الطيور المستوطنة هي التي انحسر توزيعها الجغرافي في نطاق محدد في الجبال أو الجزر. وتعتبر محمية ريدة موطن جبلي للطيور المستوطنة في الجزيرة العربية، وتضم الأنواع المستوطنة من الطيور الحجل العربي أحمر القدم، نقار الخشب العربي، الشاد اليماني، والسمنة اليمنية، وغيرها من الطيور. ولفهم الدور البيئي للطيور في غابات العرار في محمية ريدة، قمت بإجراء دراسة طويلة المدى على الطيور المصطادة بواسطة الشباك والمعلمة بحلقات معدنية وبلاستيكية ملونة على الأقدام، والمعاد إطلاقها، وبالتالي يمكن متابعة حركتها والبيئات التي تختارها. وعندما يتم الحصول على الطيور بواسطة الشباك، فإن برنامجاً كاملاً للوزن والقياسات ودراسة وضع الطيور التكاثري يتم تسجيله. بعض الطيور التي تم تحجيلها بالحلقات في عام 1992 ميلادي لا زالت تستخدم نفس الجزء من المحمية على مدى سنوات، في حين أن البعض الآخر من الطيور يغادر لمسافات بعيدة تبعاً لأنماطه الغذائية. وكما أن هناك طيور مستوطنة في محمية ريدة، فهناك العديد من الطيور الجميلة الأفريقية الأصل تستوطن غابات العرعر في المحمية، ومنها حمام الزيتون الذي اكتشف مؤخراً في الجزيرة العربية. وتوفر أشجار العرعر غذاءً مهماً لهذا النوع، ولأنواع عديدة من الطيور تتغذى على ثمارها. ومن الطيور الأصغر حجماً والتي تقوم بألعاب بهلوانية الزرزور أبيض العين، والذي يتنوع في غذائه بين ثمار النباتات والحشرات ورحيق الأزهار مثل طيور الشمس.
بعض الطيور مثل الشاد العربي يقف في المحمية في أثناء رحلته بين أوروبا وأفريقيا، وبعض من هذه الطيور تقضي الشتاء داخل المحمية وتتغذى على الثمار والحشرات. بعض الطيور الجوارح المتواجدة في المحمية تتغذى على صغار الثدييات والسحالي والثعابين. وطائر الباشق الجارح يشاهد محلقا على المنحدرات باحثا عن فرائس يقتنصها. نتائج الأبحاث أثبتت وجود علاقات بين أشكال البيئات المحلية وتواجد أنواع الطيور المستوطنة، وهذه المحمية أسستها الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها على أسس علمية للمحافظة على وضعها الطبيعي والنظم البيئية الموجودة فيها. ليس فقط لبقاء أنواع الطيور الكثيرة، ولكن لكل التنوع النباتي والحيواني فيها. وتعتبر محمية ريدة تراث جمالي طبيعي وتنوع ثري للكائنات الحية، من الممكن أن تنكشف الكثير من أسراره ومنافعه للإنسان في المستقبل المنظور.